السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم فيديو جديد من فيديوهات أم كريم. هو طقم ثلاجة ستانلس 5 قطع. الطقم ده أحجامه كبيرة وجميلة جدا، أكبر مقاس فيه 26 لحد مقاس 18. الخامة ستانلس على المغناطيس، والستانلس كمان مطلي ألوان، كل بولة فيهم فيها لون شكله جميل جدا. هنشوف مميزات الطقم مع بعض. ده الطقم طبعا زي ما احنا شايفين كده 5 قطع اهون، تمام. دي البولة الكبيرة اهي، لون الروز واللون الموف واللون الحمصي واللون الفستقي واللون الاورانج. طقم كله الوان وفريحي جدا. نبدأ نشوف مثلا المقاس البولة الكبيرة معانا ونشوف ايه الميزة اللي في الطقم ده. بسم الله توكلنا على الله. دي البولة الكبيرة معانا اهي. لو احنا خدنا بالنا الغطا ده السيليكون، تمام، زي ما احنا شايفينه اهو. مميزات الغطا دي، في حاجة، اول حاجة الغطا ده لوحده ممكن استعمله طبق او صينية، فاهمين؟ يعني الغطا ده استعماله ممكن صينية او غطا، وفي نفس الوقت اغطيه البولة بتاعتي. هنا البولة اللي هي حافظت، اللي هي طقم التلاجة من الستانلس اهو، مطلي الوان. شايفين خامة الستانلس معانا هنا الوانه، والخامه روعه، ستانلس اهو، تمام. الحجم كمان بتاعها حجمها كبير حلو جدا، يعني حجمها 26 سنتي، حجمها كبير. فالبوله جميله جدا. قلنا ده اول حل اهو في طقم الثلاجه البوله. الثانيه قلنا الغطا نستعملها صينيه او نستعمله ايه، او نستعمله طبق مثلا. هذا التاني، المقاس التاني باللون الموف، المقاس التالت باللون الحمصي اهون، والمقاس الرابع باللون الفستقي، والمقاس الخامس باللون الاورانج. وده كده تصوير بسيط، اتمنى ان يكون التصوير وضح شكل المنتج ومواصفاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.